مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم الإنساني الاجتماعي تراحم. أرجو أن تكون هذه الحلقة مميزة قليلا وتتراحم مع كل الحالات اللي حتشاهدوها، يعني إعجابكم فاق الوصف بالبرنامج. أنا أتابع كل التعليقات وكتاباتكم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أشكركم من كل قلبي وأشكر كل الإخوة اللي بيتعاطفوا مع البرنامج يتراحموا ويمدون بهذه المساعدات التي نأخذها لنعطيها لأصحاب الحالات المستحقة فعلا. أتمنى قضاء وقت ممتع وأشوفكم إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. نزرع البسام ونشر الرحمة مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى هذه الفقرة. هذه الفقرة بنصورها في منطقة قبل قبلة اسمها الدحثاث، وفيها ناس مستحقين. كل سنة وانت طيب. وانت طيب كريم علينا. علينا وعليكم جلال. سأل عن حالة مستحقة، قالوا لي في هنا بيت واحد اسمه سعيد. أيوة. إيش رأيك؟ سعيد علي عبد الله ضبيان. تعرفه أنت؟ نعم. الحالة كيف؟ حالة متعبة. كم عدد أولاده؟ ممكن 5 أولاد وزوجة. وإيش إيش ظروفه صعبة عن مختلفة عن ما متعب شوية مريض أيوة. يحتاج لمساعدة. نعم. أين بيته؟ بالحارة هذه. ومن باب إلى باب ترحموا. بعض الحالات تحتاج مننا وقت ونمشي لها. وتعالوا معي مشاهدي الكرام إلى هذه الحالة، حالة الأخ سعيد علي عبده. سعيد علي عبده ولا يعرف أني أنا وصلت إلى هذه المنطقة وسألت الناس. قال هنا ناس يحبوا الخير، ما إن شافونا وصلنا ونسجل كل المنطقة تجمعات يدلونا على هذه الحالة، عمل خير وهو واجب لنا. بعض هذه الحالات أخذت مننا وقت في التواصل معها والوصول إليها. أهل الخير فعلا بيدلونا على هذه الحالة. القرية رائعة رائعة مشاهدي الكرام، حتشوفوا احنا دخلنا الى هذه المنطقة. اذا مشاهدي الكرام نستكمل هذه الحكاية. ويقول وراء كل باب حكاية ووراء كل منزل قصة. نواصل هذا الموضوع ونشوف المنزل قديم ويعني متقارب. وفي السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. الله يسلم حالك. انا كل سنة طيب. الحمد لله. شهر كريم علينا. انا وعليك ان شاء الله. مسمع. عبد الله علي عبد ضبيان. عبد الله علي عبده اخوه. اخوه عبد الله علي عبده بين اخوه سعيد. سعيد وينه بيت سعيد؟ هذا بيت سعيد اللي هنا. تمام أوه. طيب وينه هو سعيد؟ سعيد خارج بعد الصلاه ما ادري ايش راح الوادي يمكن او ان ولي. كلمنا عن البيت هذا، كم اسرته؟ اسرته 4 اطفال والاب والام 6. وليش الناس كلهم هنا ما شاء الله متعاطفين معه؟ قالوا اول ما وصلنا قالوا في انسان حالته حاله تعبه، لا يسكيشقي ولا يعرف ال الفلوس ايش قبضوا النار ده ما ادري ما اعرفش كم شغله كم مني بسيط. ايوه والمره حقد يلا المره درنا ضعيفه والله. كمان والناس هم رائعين يعني ما ان شافونا نعمل خير حتى كل الذي الدحثاث اسمه خرجوا يدلونا على هذا حياكم الله. اصله يعني مستحيل الغلبان. اذا مش هذا الكلام احنا ندق الباب ونشوف هذا الموضوع ونشوف الموضوع هذا ونواصل هذا الموضوع مشاهدي الكرام. احنا في حي او حارة يعني شعبية ريفية. الريف هنا في اللواء الاخضر ريف رائع وناس رائعين. تفضلي تفضلي تعالي هنا. قلت لي ايش اسمك؟ وسيلة سعيد. تدرسي وسيلة؟ ايه. ايش من؟ رابع. رابع ما شاء الله. كم معك اخوة؟ 3. عيال ولا بنات؟ 3 عيال. اولاد اولاد. وانت انت البنت الوحيده عشان كذا مدلعه وحبوبه. كيف حالك يا ام محمد؟ قولي كيف حالك يا ام محمد؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه وشهر كريم ان شاء الله. شهر كريم. قولوا علينا انا وعلينا وعليك. علينا وعليك. خلاص ما عشان نطولش عليك الهدره طويله. يا ما استدعيني بالكل ما اسمع لك. تروحي للدكتور خليها تروح للدكتور. حالتهم حاله ما بش بياس. الموني ما هلوش. الموني. اذا هذه الامرأة أم محمد احنا وصلنا إليها قبل قبلها بشوية. أسرة يعني متواضعة ومسكين والناس كلهم شاهدين على كذا. معاكم حاجات رمضان؟ اشتريتهم حاجات؟ ليش؟ ما بش بياس رمضان حالتنا. طيب شوفي أنا كنت شدي لك حاجة بس احنا مضطرين نغير لك حاجة أكبر.
ادي لك بدل ما كان حاجه بسيطه ادي لك تغييرات ازيد. تمام على حسب الحاله حقومني الله يستر عليهم يجزاهم خير. الشركه اللي من الهاتف النقال سبافون قدمت سله غذائيه متكامله، ايش رايك في السله؟ كويس؟ ايه تمام تعجبكم؟ وان شاء الله تكفيكم رمضان كله. ان شاء الله ان شاء الله. ما دام هي تعبانه عندها اذن توجعها قلتم شي تروح للدكتور. ايوه نعالجها ان شاء الله. ان شاء الله تعالجوها. والإخوة المغتربين أنا أشكرهم شكر خاص، بدأت تلفوناتكم تأتي ووعودكم بالمساعدات لهؤلاء الناس مثل هذه الحالات ممتازة، بعضكم بيوعد مبالغ كبيرة وهذه سنصرفها إن شاء الله لأهل الخير هؤلاء الناس المستحقين لعملية الجراحية والأمراض خاصة اللي بتشوفهم في البرنامج. أنا بعض الحالات قد أضطر أني ما أظهرش الحالة نتيجة يعني أنهم رحيمين زيادة على اللزوم، لكن مجرد تعاطفكم هذا سواء الأخوة المغتربين الرائعين في المملكة العربية السعودية أو في أمريكا، أمس اتصالات من أمريكا من السعودية من الإمارات من كل مكان، اليمنيين ممتازين ورائعين بيتواصلوا بالبرنامج، الأرقام بتظهر أمامكم على الشاشة الآن مشاهدي الكرام، تواصلوا معنا أهل الخير اللي بيحبوا يقدموا مساعدات سواء مالية أو عينية لها للناس في كل المناطق، احنا حنزور طول رمضان إن شاء الله، وإن شاء الله يستمر البرنامج بعد رمضان. شركة سبافون قدمت مبلغ مالي أيضا عشان السيدة هذه تعالج أذنها 50,000 ريال، تشوفوها إن شاء الله كويسة. إن شاء الله إن شاء الله. أحلام تشرك في الصباح والهم حولها مساء، أحلام تشرك في الصباح والهم. كلام كويس. تفضلي يا أمي تفضلي. كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة. اسلم اسلم سلمك رب. وشهر كريم. شهر كريم. كل سنة. الفلوس هذه عشان أذنك تعالجي. اسلم اسلم سلمك رب. يلا دافع عليك إن شاء الله. وبهذه الـ 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 يعني الحالة الرائعة نكتفي بها ونشوف إن شاء الله حالة ثانية. لكم مني أطيب التحيات وأرق المنى. حولها مساء ومن باب إلى باب ترحموا نزرع البسمة وننشر الرحمة ونتراحم. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكل الإخوة الذين بيتفاعلوا مع البرنامج والحالات اللي بنعرضها، وكذلك الأخوات يعني أصحاب القلوب الرحيمة المغتربين اليمنيين في كل مكان، أنا أشكرهم شكر خاص، وأنتم مشاهدي الكرام بتشكروهم نيابة عنا ولهذا الجهد الرائع اللي بيبذلوا، هذا الإحساس الجميل النبيل الذي في قلوبهم ونفوسهم، تظل اليمن هي في أذهانهم مهما اغتربوا ومهما طالت مدة الاغتراب عن الوطن. وكل الأخوات المغتربات أيضا من الأخوات يعني العائلات والأسر اللي في الخارج في كل مكان، التليفون البرنامج لا يتوقف أبدا من طلوع الحلقة إلى ثاني يوم، وهكذا استقبال لهذه المكالمات وأيضا من الداخل إخوان المغتربين في قطر في عمان في الإمارات العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية في كل دول الخليج بشكل خاص، وأيضا من أمريكا وبريطانيا بيتفاعلوا مع البرنامج بشكل جميل. أنا أشكرهم وأشكر كل التفاعل الجميل أيضا والرائع مع كل الإخوة داخل الوطن. بالنسبة للحالات التي سيتم عرضها في إلى نهاية شهر رمضان ستلاحظها تسجل الآن في القرى والمدن الذي نزورها الآن، وإن شاء الله بعد العيد إذا استمر البرنامج سيتم عرض حالات جديدة بدعم خاص منكم أنتم إخواننا مشاهدي البرنامج من أبنائنا المغتربين. لكم تحياتي إن شاء الله، وأتقابل معكم دائما في برامج أنا جزء منها بسيط وأنتم الأغلب والأهم.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الخطوات، وصلنا إلى نجد القماعي. نجد القماعي هنا ناس رائعين ولطاف، وفي ألطف واحدة. إيش اسمي؟ اسمي؟ أبرار. ها؟ أبرار. أبرار. إيش اسمي كان هنا؟ إيش اسمي؟ ما تكلمش. إلا تكلم، تكلمي. أبرار. أبرار واحدة من الفتيات هنا في نجد القماعي. ونشوف احنا بنحاول نوصل الى بعض الاسر المحتاجه للمساعده. هو خروج من المدن، قلنا نخرج الى واحده من هذه المناطق، يعني اشبه بالماء الشريف، انما حنشوف منطقه اخرى وناس ثانيين وندخل الى نجد القماعي. نجد القماعي هنا هتلاحظوا يعني تركيبه عجيبه شويه من المنازل الجديده والحديثة مع بعض، وهي منطقة مهمة على الطريق. شاهد الكرام في برنامج تراحموا نبحث عن بعض الأسر التي تحتاج مساعدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك الكريم؟ محمد عبدو قاسم حبيش. ياك الله محمد. احنا هنا في المنطقة كثير من الأهالي أشاروا لنا على واحدة من البيوت هنا، تعرف؟ أيوة في هنا محتاج. أيوة محتاجة قريب يعني هنا. أيوة هنا. نبحث عن هذه الحالة مشاهدينا الكرام. ومن باب إلى باب ترحموا نزرع البسام وننشر الرحمة ونتراحم. نواصل هذه الرحلة أو البحث، رحلة البحث عن الأسر المحتاجة مساعدات في برنامج تراحم. قلت لهم هنا في المنطقة هذه ونشوف أيضا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لك سهلا. اسمك الكريم؟ أرحب شايف الأرحبي. أرحب، كيف حالك؟ الله الحمد لله. سنة طيب وانت بخير. كريم علينا عليك. في الأقل أنه هنا أبو بعض الأسر المحتاجة منهم هم دو بيت علي حبيش. علي حبيش نشوفهم، نشوف هذا المنزل مشاهدين الكرام، ونشوف الحالة التي نراها هنا. نواصل مرحلة البحث. هذا البيت، نشوف هذا المنزل مشاهدين الكرام. منزل متواضع يعني بسيط، الأسرة بسيطة، لكن أنا هشوف هذه الحكاية. ندق الباب. السلام عليكم، كيف حالك يا حاج؟ كيف أنت؟ أحمد كل الكريم. سنة طيب. الحمد لله. اسمك الكريم؟ اسمي علي محمد غانم. حياك الله، كيف حالك؟ الحمد لله. شاه كريم علينا وعليك. علينا وعليكم إن شاء الله. أنت احكي لي عن، أنا سألت الناس كثير دلونا عليه، قالوا أسرة متواضعة، أسرة تستحق. كم عدد؟ أيوة ما شاء الله، بيت قديم صح. كم غرفه؟ كم؟ ثلاث غرف صغيرة. كم عددكم؟ احنا ثمانية. أنت؟ أنا والحجة والعيال. عيالك كم؟ منهم متعلمين؟ درسوا لكن عاد ما كملوا. وشغلك الاساسي ايه؟ شغلنا هكذا بيدينا فقط. زراعه وكذا؟ زراعه وشغل شقيه هكذا، ساعه يوم ساعه ما اللي هنا بالنيجي. اللي هنا بالنيجي. نعم. ما شاء الله عليكم. طيب العمل رائع، العمل عباده كيف؟ العمل مش بطال شغال. نعم. طيب القريه ما شاء الله، احنا هنا في القرى اليمنيه الناس يتجمعوا، شوف كيف ما ملان القريه كلهم ادونا لعندك. قالوا اداء دليل التراحم بين الناس والذي العاده اليمنيه القديمه والرائعه. طيب بالنسبه لرمضان كيف سويت؟ رمضان يعني رتبت عمره الموجود حصل الموجود اللي موجود كله الموجود. صح الموجود عليك. وهذا الصح اللي يدو الله من اللي دينا موجودين على شقاكم وعلى شقاعنا وعلى الحمد لله على كل حال. عموما احنا برنامج تراحموا، انا ما اعرفش انكم تشوفوه ولا ما تشوفوش. في برنامج هذه السنه بيستهدف مثل هذه المساعدات. عمي علي رجل رائع ورجل يعني تشوفوا كيف الايمان عندهم والصبر والقناعه والشيء النفوس الجميله هذه. وباقي الناجحين كانوا من هنا. ها جاوا عندك؟ ها موجودين. ها تتحملوا انتم اليمني كذا قلوبنا مع بعض نتراحم. كل واحد يحمل الثاني بس مين. انا اشكر كل الاخوه المغتربين خاصه اللي بيقدموا يعني دعمهم للبرنامج، واشكر كل الشركات ورؤوس الاموال في بلادنا ايضا ناس رائعين وخاصه في الشهر الكريم. التلفون بيمر امامكم الان على الشاشه مشاهدي الكرام، تقدروا تتواصلوا بالبرنامج. سنقدم مساعدتكم لمن يستحقها فعلا. احنا في هذه القريه الرائعه الرائعه فعلا قريه نجد القماعي، احنا بنشوف المعمار عندهم يعني متميز
متميز ورائع. أنا عشان أختصر لك الموضوع ما نجلس نتكلم معك كثير، البرنامج بيقدم لك حاجة وحنشوفها الآن، وهي هدية من برنامج تراحموا للحاج علي. هذه السلة فيها كل شيء، مقدمة من بهارة ياسين، واحد من الأماكن العريقة في صنعاء وعلى مستوى اليمن وكل المنطقة العربية الخليج. بهارة ياسين يعني متميزين بأشياء كثيرة، لعل أهم ميزة عندهم أنهم أول محمصة طحن بن في اليمن موجودة، فيها كل حاجة تالي متكاملة، وهي سلة متميزة. كويس؟ كويس. تكرم. نعم. طيب بعد رمضان يجي إيش؟ بعد العيد. العيد. كيف رتبت العيد؟ العيد يعني نرتبوه على أيامه. كيف يعني؟ نمشي على الحالة. والجهال هذولا؟ الجهال هذا الله كريم. صدق ايش تلبسوها؟ اشتكوا سواء تمام. وبهارة ياسين ايضا قدمت 50,000 ريال مقدمة لك تكسير الجوال، ان شاء الله تكون كويسة. تكرموا الله حسنكم، اشلمكم الله كل خير. ونشوف الموضوع هذا مشاهدي الكرام مع هذه الحالة من نجد الجماعي، ننتقل الان الى حالة اخرى في البرنامج. احلام تشرك في الصباح والهم حولها مساء، من باب إلى باب تراحموا نزرع البسام وننشر الرحمة ونتراحم. وبهذا القدر مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإنساني الاجتماعي تراحموا. أتمنى أن تكونوا قضيتم وقتا ممتعا ومفيدا مع مجريات هذه الحلقة. نتمنى أن نقابلكم في حلقة أخرى ومزيد من الحالات. لكم مني أطيب التحيات وأرق المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجراح لا ما تنتسى، وعيون ذبلانة واسة وجراح لا ما تنتسى. أحلام تشرك في الصباح والهم حولها مساء. أحلام